أهلا قائمة الاتهامات الموجهة لسائق النقل الثقيل طويلة وممتدة وتشمل السرعة الجنونية مضاعفة الحمولة المسموح بها وبالتالي تدمير شبكة الطرق ودهس أصحاب السيارات الصغيرة وطمس اللوحات المعدنية والأخطر إدمان المخدرات والمنشطات عشان يعرفوا يطبقوا ويكملوا السهرة ويا رب بسرعة ويا ساتر يا رب. وبرحب بضيوفي الحاج إبراهيم وأسامة ورئيس جماعة النقل البري بالغربية أستاذ مصطفى النويهي ومهندس عادل كاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور. وربنا يسلمنا ولو إن المرور وسلامته دي مشكلة كبيرة جدا. هبتدي من عند الحاج إبراهيم. عايز اسالك الاتهامات اللي انا قلتها دي بنسبه قد ايه دقيقه وبنسبه قد ايه انتوا مجني عليكم؟ احنا طبعا بالنسبه للمخدرات اللي حضرتك بتتكلم عليها احنا عايزين وبنطالب وبنقول خلي فيه فحص في كل مكان، يعني كل طريق يبقى عليه لجنه تفحص عشان نتبرأ من حكايه المخدرات دي. اما حكايه بس هي موجوده، يعني حضرتك اللي بتطالب بيه ده حاجه كويسه جدا ماشي. بس هي موجوده عندك ناس بيتعاطوا مخدرات ومنشطات. لا يعني مش هنقول ان ده ما بيحصلش لان ده موجود كتير. خلاص ماشي، هنفترض ان هو موجود. مش هنفترض هو موجود بس مش مع كله. لا اكيد لا. مش مع كله، احنا ضد التعميم بس ده موجود. كل قاعده فيها شواذ، هنخلي دلوقتي هم الشواذ بتوع قاعده السواقين بس مش كله كده، مش كل السواقين بتاعه. لكن لما يبقى فيه ضبط لهم ويبقى عارفين ان مفيش ان فيه تدقيق وفيه كشف وفيه فحص عليهم اكيد هيبطلوها. صح ولا لا؟ مظبوط. بس كده. واتهام ايه تاني حضرتك؟ والسرعه الجنونيه. السرعه الجنونيه ديت اللي بيبقى ماشي بسرعه جنونيه في قانون رادع له. احنا بنمشي 60، اللي يمشي 61 يتغرب. 60؟ اه وهم بيمشوا 60. خلينا مش على المفروض، كلمنا عن الواقع وحضرتك على ارض الواقع. ماشي. كلمنا عن الواقع، هم بيمشوا على سرعه قد ايه؟ ماشي، هو بيمشي على سرعه 60 ل 70. انا عن نفسي بمشي 60 70 وملتزم. انا بيبقى واحد ما هوش ملتزم يبقى يتغرب. حضرتك شغال على خط ايه؟ انا شغال على خط الصحراوي، على خط الزراعه. على الصحراوي والزراعه. ايوه. وبقالك كام سنة؟ أنا من سنة 83. 83 وأنا ما بعرفش أحسب، يعني كتير أوي. 30 سنة. ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك في حضرتك. طيب عايز أسألك يا أسامة، والحمولة الزايدة بقى، يعني الحمولة الزايدة اللي بتعمل هلاك للطرق أخبارها إيه؟ الحمولة الزايدة ما فيش قانون رادع يرضع السواقين عن الحمولة الزايدة. يعني سواقين النقل التقيل مسؤولية مباشرة عن حوادث الطرق؟ لا مش مسؤولية مباشرة. هتيجي مسؤولية مباشرة منين؟ ما هو انت اهو انت ما عندكش. ما هو مفيش قانون. مفيش قانون يرضعه. أيوة. يعني ايه حصل العربية تحمل السيارة تحمل اكتر من حمولتها ثلاث اضعاف؟ مفيش قانون، بس انت عارف ان دي حمولة زيادة. هو ما هو لو مفيش قانون للناس ان من قتل يقتل، الناس اللي ماشية في الشارع هتموت بعض. مفيش قانون يرضع بيحصلوا 23 جنيه على الطن. حصل 23 جنيه على الطن والعربية تمشي تحمل زي ما هي عايزة. احنا بقالنا اكتر من 15 سنة بنجاهد في الحمولة الزيادة ديت، وعلى يد مصطفى بيه عارف الكلام ده، واحنا كنا بنروح له وهو عامل وجاي. يعني ايه بتجاهدوا؟ بتجاهدوا ازاي؟ يعني عايزين نلغي الزيادة. بنطالب ان احنا الحمولة الزيادة دي خطر علينا. تسمحوا لي خطر على الأهل. بس على ثلاث اتهامات. أولا الثلاث اتهامات دول حضرتك وإن كانوا فيهم جزء من الحقيقة، ولكن الحقيقة لا يتحملها صاحب العربية بس. يعني حضرتك الدولة كلها عناصرها مكتملة تشارك في هذه الجرائم. تشارك في هذه الجرائم. بمعنى علشان ما فيش قوانين رادعة ولا بتشارك. ما فيش قوانين حضرتك، ما عنديش كمان اسطول نقل يكفي لنقل الوارد والصادر في مصر. يعني انا حضرتك حجم العربات النقل عندي في مصر كلها 100,000 سيارة. الوارد والصادر عندي 700 ل 800 مليون طن. بنسمع من السادة الوزراء ومن الحكومات السابقة واللاحقة والقادمة ان احنا هنطور النقل النهري والسكه الحديد. السكه الحديد والنقل النهري في العالم كله بينقل من 2 ل 5%، يعني لا يتعدى 35 مليون طن. بقى عندي 650 مليون طن النقل البري هينقلهم. ما عنديش اعداد سيارات كافيه.
نقل هذه البضائع. فبالتالي يعني المفروض ان انا بنقل من 700 ل 800 مليون طن في السنه. لا ده الواقع. الواقع يا فندم. ارقام من مركز دعم القرار. وانت المفروض بتنقل 30 طن او اكثر. المفروض حموله المرخص بيها 30 طن. انا بشيل 80 عشان كده مصر محققه المركز الاول في الحوادث. ده عندك حق، بس الحوادث ما اقدرش احملها للنقل بس، احملها للميكروباص، واحملها حضرتك السواق الملاكي، انا بحملها كمان الكثافه المروريه على الطريق في الكيلو متر المربع حضرتك في عدد معين وليكن 10,000 عربيه. انا عندي في الكيلو متر المربع 1,000 عربيه في العالم كله، عندي في مصر هنا 10,000 عربيه. 1000% ضعف، فلا بد ينتج حوادث. تاني حاجه ان انا حضرتك اهدار الطرق اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي بيسببها النقل. سعر العربيه النقل اللي بيحمل ازيد من الحموله عنده فاقد 30% في قطع الغيار والاطارات. 30% يعني هو خسران برضه في الحموله الزياده. رابع حاجه حضرتك ده انا ما انت حضرتك دلوقتي بتتكلم على الخساره في الحموله الزياده، وانا بتكلم على الخساره لارواح. على انا هقول لحضرتك ارواح برضه يا فندم، انا يهمني الارواح، ما انا ما بقولش لا. ما حضرتك برضه هو للارواح وللطرق. انا الحس حضرتك لما تقول العربيه وزنها 30 طن وتشيل 30 طن يبقى 60 طن ماشيين، هو بيتكلم كده. لكن لما تبقى عربيه وزنها 30 طن وتشيل 70 طن يبقى 100 طن ماشيين، ما يتحكمش فيهم طبعا، لازم يتحكم في الطريق. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، على الدايري مثلا كويس، في حفلة رعب بتحصل بطريقة السواقة وبالحمولة الزيادة. أنا معاكي. الناس اللي بتبقى راكبة عربيات. لا فين الدولة؟ فين الدولة؟ كل ده صح، كل ده صح. بس هو أصلا طبيعي لازم تترعبي وأنت ماشية، حضرتك ماشية بعربية صغيرة جنب عربية كبيرة، لازم تخافي منها. أيوة طريقة التحميل كمان، يعني طريقة التحميل الدبش والحاجات تقع على الناس وهي. إحنا بقى اللي بنجاهد فين بقى يعني، ما يبيع ده مش بس قانون، ده ضمير. في توك توك بتلاقي مش ماشي جوه المهندسين برضه. هو إذا أنا دلوقتي التوك توك ده مش هيحصل أرواح ومش هيهدد الناس. إحنا بنطالب من زمان إن يبقى في طرق للنقل التقيل، بنطالب من زمان يبقى في تدريب لسائقي النقل التقيل. لأن أنت عندك كمان زي ما قلت لحضرتك، عندك أنت في دراسة أخيرا من مكتب وزير النقل، انت عندك 100,000 عربيه لمشروعات التنميه اللي اطلقها السيد الرئيس، انت محتاجه يبقى عندك 300,000 عربيه. اذا كنت انت عندك مرعوبه من 100,000 عربيه، امال يبقى عندك 300,000 عربيه تعملي ايه؟ احنا محتاجين نشدد الرقابه، محتاجين نوعي الناس حضرتك النقل التقيل مهمته ايه في مصر. انت عارف حضرتك في امريكا اقوى لوبي سياسي في امريكا بيؤثر على القرار السياسي اصحاب العربيات النقل التقيل، عددهم كبير جدا. اثر زي ما انت عايز، بس ما تحصلش ارواح. ما عنديش طرق. انت دلوقتي لما بتعمل حموله نقل، لو انا مش ماشيه في نفس الوقت اللي انت عامل فيه حموله النقل وعشت حالات الرعب، انا هتدمر لي الطرق، فانا برضو معرضه انا مع حضرتك في تنظيم ساعات المرور، وان انا اشيل على كل اصحاب العربيات عايزين يشيلوا على الرخص. احنا بنقول ان ده مصلحه لنا وللدوله. قرار وزير النقل حضرتك ده كل يوم بنسمع منع المرور العربيات الا في ساعات معينه، وده ما بيحصلش. ما هو المنع ده برضه بيبقى طريق بيتاخد عشوائي حضرتك. يعني لما يجي مثلا محافظ القاهره لما يقول ممنوع العجل النقل يخش القاهره، انا معاه. طيب انت ناسي ان حضرتك في مطاحن في قلب القاهره، مين هيجيب لها القمح بتاعها؟ مين هيشيل المنتج بتاعها؟ هيخش لها ازاي؟ انت وفرت لي بره مكان انا اجيب من بره واصب فيه. في ساعات معينه، ما انت ليه ما بتوديش الحاجه بتاعتك؟ لا ساعات معينه ما تكفيش حضرتك، اما ابقى من الساعه 11 ما هي المناطق الزيتيه حضرتك في القاهره تستوعب سبع ساعات يعتق فيهم عربيتين او عربيه واحده على ما تخش المطحن وتطلع. طب الباقي يجيبه ازاي؟ طب هتحمل عربيه واحده من المنتج بتاعه الدقيق هيجيبه ازاي؟ طب شركات المجمعات يخش لها بضاعتها ازاي جوه؟ هو المفروض يا فندم يشيل المناطق اللوجستيه في خارج المحافظات عشان حضرتك ترحمي. المحافظات من الداخل من يبقى في مخازن بره، تعملي بره يبقى في دبل هاند، البضاعه تتنقل على عربات صغيره للمطاحن وكل الحاجات اللي ذكرها الحاج ابراهيم. طيب انت حضرتك بتاخدي القرار الصح، ولكن ادوات تنفيذه خاطئه. يعني محافظ القاهره لما خد قرار بمنع دخول السيارات وما اتمنعتش لانك مش هتقدري تمنعي، انما لو كان ادى قرار بانشاء اربع خمس مناطق لوجستيه لخدمه هذا القطاع خارج القاهره كانت الناس التزمت. طب خلاص ده اقتراح، هنيجي لتطوير المنظومه. استاذ عادل الكاشف، سلوكيات سائق القياده النقل ده، السلوكيات بعيدا بقى عن المنظومه، هنرجع نتكلم عن المنظومه اللي كلها مشاكل، السلوكيات دي هم ابرياء ولا هم متهمين؟ واحنا ضد التعميم لكن الغالبيه العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا انا يعني بثمن كلام مصطفى بيه وكده الاخوة. الحقيقة يعني واضح ان انتوا منتقين سواقين ذو حيثية، وهم الحقيقة 80% منهم كويسين، انما دايما اللي بيسوق 80% كويسين. يعني أيوة. كل اللي بيحصل ده بالنسبة النسبة اللي بتعمله 20%. بصي دايما حضرتك السيئة بتعم والحسنة بتخص. انت لما بتلاقي سواق كويس بتيجي تكرميه لوحده، وما تلاقي سواق سيء بتتهم السواقين كلهم. النهارده هو الحقيقه 20% لو افترضت. ماشي ماشي، انا هتكلم مع حضرتك تجاوزهم، يعني رغم ان انا متحفظه على الرقم، بس خلينا نتكلم عن النسبه. لا انا ده دوت مجرد استنتاج واستقراء ليا، لسبب لان انا عندي في الجمعيه المصريه عندي عاملين شويه دراسات برضو تخصهم. يعني هما في مردود اجتماعي، هما الناس ديت لو احنا يعني لو كلمنا على الستينات والسبعينات ما كانش في نقل بيمشي بالليل. التجاره الداخليه عندك زادت بين المحافظات نتيجه تحسن في تامين سلامه المرور للطرق. لما بدات هيئه الطرق ووزاره النقل تعمل خطوط عكسه وعواكس ويفط، ها الناس دي مشيت بالليل وهي مبسوطه، صح؟ اكيد. كان يعني هو ينقصنا إرادة سياسية وإجراءات جديدة. احنا مش عايزين ننكر ان احنا السنين اللي فاتت ديت عندنا لخبطة في كل المجالات. احنا اللي عندنا ما عندناش مش عايزة. اوكي، السنين اللي فاتت بصعوباتها كل ما فيها عايزين ناخد خط بقى نتكلم عليها. احنا دلوقتي خلاص عايزين ننفذ عشان ما نقعدش كل شوية حضرتك تبقى هي دي الشماعة اللي احنا بنتعلم الطرق. انا النهارده عندي شبكة طرق يعني لو اديتك استقراء بسيط جدا كده، ها عندك 28000 كيلو يا فندم على مستوى الجمهوريه. استاذن حضرتك أستاذ عندنا 45000 كيلو منهم نصهم. ايوه، بشكل عملي ازاي امنع سائق العربيات الكبيره دي وهقول ان هم 20% ان هو ما يسوقش بسرعه جنونيه، ان هو يراعي من حوله، ان هو يمشي إجرائين في الوقت المظبوط. اجراءين النهارده وزاره الداخليه واداره المرور مدخله نفسها في ثلاث نواحي، ها انا عايزها تبعد عنهم خالص وتلتفت لتنفيذ القانون فقط لا غير. الفحص الفني دي تبعد عنه خالص، وكده توكله في كل محافظه مركز خدمه فحص فني على مستوى خاص، يعني اللي تديره شركه اجيب مستثمر. على فكره اللي بيدفع في الفحص الفني، وخلينا نتكلم ما زال برضه هناك عربيات بتدفع فلوس نتيجه عشان خاطر المهندس الفني يعدلها الفحص الفني، ودي حقيقه مش عايزين ننكر ومش عايزين ندخل يعني نقول ان في رشاوي بتحصل. يعني النهارده حضرتك الكشف الطبي لسواقين النقل وسواقين ده بيعدل المنظومه يا فندم. لا هيعدل حضرتك على سؤال حضرتك اللي يعدل المنظومه يا فندم. النهارده مجموعه قرارات، ما هو ما انا بقول لحضرتك اولها تدريب انا حضرتك عندي بكالوريوس تجاره والمعهد المتوسط منح الرخصه فهم. لو خد ديفنس درايف حضرتك القياده الامنه يشتغل بيها في اوروبا في الدول العربيه. انا ما عنديش حضرتك حجم تجاره بين مصر وبين الدول العربيه زيرو. المركز المصري للقياده الامنه في 15 ده بيدرب السياحه بس. ده انشاته وزاره السياحه من 3 سنين ولم تعتمد. لا لسه ولم يعتمد. بدا تفعيله. كان عندي في المجلس يا فندم ورقه وما اعتمدش حتى الان، وصرف 300 مليون جنيه وعامل معهد على مستوى عالي جدا. ده حضرتك ولا الدوله؟ الدوله يا فندم. لا وانا مالي انا بس كانت مشكلته قدامنا حضرتك لم يعتمد. ليه سيادتك؟ المفروض كل دول العالم اي سواق عنده 18 سنة يخش يختبر ويجتاز الرخصة الاولى ياخدها. عندنا في مصر لازم يقعد 7 سنين. فبالتالي حضرتك اكتر من البكالوريوس. بقيت سواق نقل ازاي؟ ايوه يا بيه سواق نقل ازاي؟ 7 سنين حضرتك عادي. انت مش هتيجي اول مرة. اذا كان الطيار يا فندم طالما نجح في الاختبار. الطيار يا فندم بياخد اخرج نجحك مش اي طيار نجح في الوقت اي طيارة ازاي يا فندم؟ اه طيار وخلاص. طب حضرتك طيار وخلاص استاذ مصطفى حضرتك بقيت سواق نقل ازاي؟ انا بقيت سواق نقل. انا خدت رخصة درجة ثالثة في سنة 79.
84 دي ثبتها درجه ثانيه في 81 طبعا اخذتها درجه اولى في 83 حلو قوي طب حلو اربع سنين طيب من اربع سنين يا باشا انا عندي احنا بنعاند دلوقتي بعد كده الحاج ابراهيم دي المراحل اللي بتتعمل حتى اللحظه يعني ايوه فرق ثمان سنين غيروها بعد ايه درجه ثالثه ثلاث سنين اجيب رخ اخش امتحن ثلاث اخد درجه ثالثه اقعد ثلاث سنين وبعد ثلاث سنين اخد درجه ثانيه انت شايف بعد ثلاث سنين انت شايف انت شايف انه احسن اللي انت خدت عليها ولا الجديده لا لا دي ولا دي لا 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 التدريب يا فندم دي معموله للدراسه معموله للدراسه حضرتك لسلامتك وسلامه ولادك وسلامه جيرانك ما هو معلش عشان يبقى التدريب عندي اللي لسه رايح ياخد درجه ثالثه دي وانا طلع العجله يا استاذ مش طلع العجله هوبا يا فندم بتوع العربيه ماشيه يا فندم ما عندهمش واسطه سيمينار يا فندم دراسه مصطفى ما عندهمش واسطه بتدي لك الرخصه من غير اي حاجه يا فندم مش عايز وصايد انا حضرتك عندي في دول عربيه الدول العربيه شغل اوروبا دول عربيه حضرتك بتخش تتدربي على القياده ثلاث اشهر او ست اشهر اذا كان نقل تقيل ست اشهر بيطلع سيادتك عدد ساعات معينه درسها ياخد الرخصه الاولى خلاص هو طالما اجتاز اختباراته بنجاح ونجح وخد الشهاده زي ما هو اجتاز اختباراته دي احنا بنتكلم اربع سنين ليه؟ في اجتاز اختباراته يا اسامه انت خدت كام سنه عقبال ما بقيت سواء نقل 10 سنين لا ما خدتش 10 سنين خدت انا على ايامها كان في مدارس في خلال ست شهور خدت رخصه الاولى طبعا خد بس مدارس اتلغت اتلغت عملت اتلغت ما اعرفش الدوله اللي لغتها نزلوا قرار بثلاث سنين طب انا عايز اسالك احنا لسه انت ممكن تكون كويس غيرك 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 لا كانت البروجيه اللي عملها المشكله مش فيا انا بقى المشكله في اللي بيعمل الاختبارات بيعمل الاختبارات يعمل الاختبارات واللي ينجح في الاختبارات يديله حضرتك هنجري النقطه دي هنجري النقطه دي يا فندم دي كانت نقطه فساد في عصر حضرتك اللي بيتكلم عليها الاستاذ اسامه دي كان حضرتك معاه التدريب تتبع وزاره الداخليه يدفع 2000 جنيه ياخد شهاده ياخد الرخصه في ست شهور ما هو ده اللي انا بقول عليه بغض النظر عن كل كان ولا ما كانش معاه متخصصه على غرار المعهد بتاع شهر مايو طب عم ابراهيم عايز بيختلف معايا لا لا انا ما بقولش كده حضرتك انا بقول اما يطلع الرخصه الدرجه الثالثه وتستنى معاه مثلا سنه او سنتين يخش معهد ياخد فيه يتدرب فيه ويروح المرور يتعرض على لجنه فنيه المهندس الفني يركب معاه ويلف معاه وتاكد من ان هو كويس يديله رخصه يعني حضرتك بعدها بست شهور او سنه يعمل تاني يروح المعهد والمفروض ان هو حضرتك النهارده النهارده استاذ عادل عندك كام عربيه ربع نقل استاذ عادل ثواني عشان انا محتاج اطلع فاصل بس بسرعه قبل ما اطلع فاصل ونرجع نكمل الحوار بتعمل مخالفات بكام في السنه؟ كتير ما بعملش مخالفات انت ما عملتش حتى لغايه دلوقتي ايوه ما فيش ولا بقالي 25 سنه سواق ولا مخالفات على العربيه بتاعتك خالص ولا مخالفه وانت يا عم ابراهيم انا هدي لك رقم رخصتي عشان ما تقوليش ان انا ببالغ والاستاذ عادل فاكر ان انا ببالغ في 25 سنه برضه للامانه لا للامانه في 25 سنه يمكن التصوير حوالي اربع مرات في 25 سنه في سواقين لا صدقني لا في اكثر مننا بكتير لا والله ابراهيم الزملاء بيطلع لهم مخالفات قد ايه؟ في بيطلع يعني في طبعا اكيد بص حضرتك انت بتقول لما اشوفكوا اقول يا سلام ايه ده ده مفيش اي مشاكل ولا عندنا لا في لا يا فندم ولا عندنا حاجه مهمه جدا لا في ما ينفعش اي قطاع يشتغل يحيا بدون مخالفه اصل لو مفيش مخالفات في كل حاجه على كل حال عندنا لسه كلام كتير والطرق السريعه بقت مصياده للمصريين يكفي ان نعرف ان احصائيه منظمه الصحه العالميه بتؤكد ان مصر الاولى بيموت لها سنويا اكثر من 13,000 قتل احنا الاولى على العالم و40,000 مصاب بسبب حوادث الطرق بالاضافه الى 7,000 بيموتوا بعد مرور 24 ساعه على الحادثه وبيتم كتابه سبب اخر للوفاه في تقرير المستشفى. يعني الاجمالي ممكن لا يقل عن 20,000 قتيل سنويا. ايه العمل في الكارثه دي؟ عندنا لسه كلام كتير استنونا بعد شويه.